الوطن صفاف الشعب كيد واحده هو صمام امن كبير جدا لمصر ان شاء الله. اليوم مستشفى وادي النيل بدات تنفيذا لمبادره السيد الرئيس الخاصه بالعمليات الجراحيه، وانه ما فيش تاجيل لاي عمليات والقضاء على قوائم الانتظار. بدات اليوم مستشفى وادي النيل مع وزاره الصحه تطبيق هذا الامر، وده اللي هو زي ما حضرتك بتقول ده جزء من الشغل اللي بتعمله الدوله النهارده، انه بدل ما حد الناس كانت بتنتظر عده شهور عشان عمليات جراحيه، النهارده مش هيبقى فيه هذه القوائم. ده كان تكليف مباشر من السيد الرئيس طبعا للسيده وزيره الصحه، انه بتفعيل حزمه من وزاره الصحه تشكل يعني بدء انطلاق للنظام التامين الصحي. هذه الحزمه من احد مكوناتها الرئيسيه البدء الفوري في الانتهاء من قوائم الانتظار الخاصه بالمواطنين اللي بيعانوا من امراض حرجه وعاجله، ولا بد ان يتم التدخل سواء الجراحي او العلاج المكثف او حالات العنايه المركزه وما الى ذلك. قائمه كانت كبيره وتضم اعداد كبيره، وتم وضع خطه في وزاره الصحه وبمده زمنيه اعتقد 6 أشهر للانتهاء من جميع تلك القوائم، خاصه الحالات الحرجه منها طبعا للتخفيف على المواطنين، وحتى القائمه الموجوده حتى ما يستجد على القائمه من اعداد ممكن انها تضاف حاليا. يعني بعد 6 شهور ان شاء الله تعالى يتم الانتهاء تماما من القوائم، بحيث ان ما اضيف عليها او مستجد عليها ايضا يتم علاج. واعتقد يعني القنوات نقلت اليوم عن السيده وزيره الصحه المجهود الكبير اللي معمول، وانه في تقدم كبير، وان شاء الله القطه ماشيه كما الجدول يعني الزمني تم تحديده، وباذن الله يتم التخفيف على جميع المصابين اللي في هذه القائمه. يعني اولا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. تعالوا